بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد نواحي ولاد حمدان، بالضبط جمعة الحوزية، بعيدين على القدرون بحوالي 700 متر بالضبط. هذه البيست اللي كتدخل لهاد الأرض كما كتشوفوا معايا، 700 متر على القدرون و 20 كيلومتر على مدينة جديدة. هذه الأرض المساحة ديالها 4000 متر، عرض البيع اليوم هو 4000 متر كاري ملكية. الحدود ديالها هذه هي الفاصاد ديالها، الحدود جات كارية بقيعة زوينة حدا السكان كما كتشوفوا معايا. جمعة الحوزية كتعمر يعمر فيها السوق نهار الجمعة، الماء موجود. أعزائي المشاهدين، الماء ديال لونيب دايز من هنا، البوطو ديال الضو كما كتشوفوا ها هو وحدها. اللي بغى يحفظ ممكن يحفظها. هذه هي البقيعة 4000 متر ملكية، الثمن هو 7 مليون الخدام، 7 مليون الخدام. مرحبا بكم عندي في قناتي فاتي إيموفير، تحية طيبة لكم أينما كنتم. إذا عجبكم المحتوى Abonnez-vous à notre chaîne, laissez un commentaire. بالنسبة لهذه المنطقة هذه مليئة بالسكان، إلى طلعنا هنا غيبان لنا السوق ديال الجمعة. هنا تبارك الله كاين غير الفيلات. تمام، قابل للنقاش ديما. هذه الحدود ديالها من الفوق، حنا دابا الفوق كنشوفوها جات في الطلعة. هذيك هي البيست اللي قدامها. مرحبا بكم، اللي عجباتو هاد الارض وبغى يشوفها يتواصل معنا على رقم 0653 07 04 90، التواصل عبر الهاتف عبر الاتصال او الواتساب. مرحبا بكم، الى اللقاء في همزة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.